دكتور فادي، زي ما سمعنا مثلا بيشكوا بعض المرضى انه عم بياكل السيد عساف، بقول لك الاكل الناشف، الرز الخبز الناشف عم بيوقف، مش عم بيقدر يبلعه لمده دقيقه ودقيقه ونص، والطري ما شاء الله عليه ولا كانه في شيء. ايش ممكن يكون هلا زي ما حكيت انا انه هو انه بسموها ديسفاجيا اللي هي صعوبه البلع، وعاده هاي صعوبه البلع واحده من مضاعفات الحموضه. يعني الانسان اللي بيشكي من الحموضه العاديه ما بيصير عنده صعوبه بلع، بس لما بيصير في مشاكل اثار مضاعفات للحموضه بيصير يشكو من صعوبه البلع، خصوصا للمواد الصلبه. سببها عاده هو انه بيصير تليفات والتهابات مزمنه في غشاء المريء، وبالتالي بيضيق حجم مجرى المريء، فلما بيصير ضيق بسبب الالتهاب المزمن وترسب تليفات حواليه بتصير اللقمه الصلبه وهي نازله بتوقف عليه ما بيقدر يبلعها، فبصير مضطر انه يعلك اكثر، يمضغ احسن، يصغر من الحجم المواد الصلبه، ويكون معظم اكله سوائل حتى يقدر يسلك. طبعا هذه حاله مرضيه ومفروض انها تتعالج، وبتتعالج وفي لها حلول كثير ممتازه، بس يبدو انه للاسف الاخ ما وصلش لسه للطبيب المناسب انه يعالجه ويحل هالمشكله ان شاء الله. بس انا بنصحه ضروري انه لازم يعني يذهب لطبيب مختص في الجهاز الهضمي، لازم يعمل له تنظير بهيك حاله كثير ضروري، بكشف منطقه التضيق، وبعدين عندنا وسائل في المنظار نفسه نوسع المنطقة المضيقة بالتنظير نفسه، بعدين نعطيه علاجات حتى نمنع تكرار التضيق مرة ثانية. فإن شاء الله إنه الأمر محلول بإذن الله، بس ضروري إنه يراجع طبيب استشاري جهاز هضمي حتى يعمل التنظير ويطمن عليه، وبعدين يعطي العلاج المناسب. فبنقول سيد عساف، زي ما سمعت من الدكتور دياب، دكتور فادي دياب، أخصائي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بينصحك دائما احنا خلينا نوضح هالفكره، مش بس لهذا المريض ومش بس لهاي الحاله ومش على العموم، احنا بنقدر نفيدكم بمعلومات قد ما بنقدر يعني على الهواء سريعه وضيقه. دائما الاستشاره الطبيه والفحص السريري له اهميه ما بنقللها ابدا، وهي يمكن اذا بتوافقني دكتور فادي هي الكشف الرئيسي، هي البرهان القاطع 100% في اي حاله. صحيح. لازم ما بنستغني عن الفحص ضروري السريري. لازم يشوف طبيب مناسب ويفحصه ويعمل له بقول لك الدكتور فادي بدك تفحص عند طبيب اخصائي جهاز هضمي، وممكن يكون عم بيصير معك تليف، يعني عم بيتخن الجدار تبع المريء، فعم تضيق الفتحة اللي بفوت فيها الأكل. أوكي؟ إن شاء الله يا رب سلامتكم ألف سلامة. نرجع لضيفنا الدكتور فادي. قدي في نسبة ما بين الرجال والنساء بالإصابة بالحموضة؟ هل هي أكثر عند حدا فيهم من الثاني؟ هي الحموضة مرض كتير كتير شائع، يعني الدراسات بتقول لك يعني أعداد هائلة من الناس بتشكي من حموضة، في ناس بيشكوا مرة بالشهر، في ناس مرة بالأسبوع، في ناس على شكل يومي، لكن يعني ما في إنسان، يمكن قلة من الناس اللي ما عمرهم شكوا من حموضة، فلذلك يعني مرض شائع جدا، وبشمل الستات والرجال تقريبا على حد سواء، بس الفرق انه الستات عندهم الاحساس بالحموضة اشد كتير من الرجال، وبالتالي الشكوى عند الستات في الغالب بتكون اقوى واكثر. شو سببه؟ بس يبدو انه الثريشولد اوف بين اللي هو عتبة الالم عند السيدات اقل من عتبة الالم عند الرجال، لذلك ممكن حتى على نسبة حموضة اقل تشكي السيدة، بينما الرجل قد يحتاج إلى نسبة حموضة أعلى حتى يشكي. فهي موضوع أنه عتبة الألم قديش بتفرق بين الرجال والستات، لكن هو مرض شائع كتير بين بالجنسين وما في تمييز بشكل بنقدر نقوم تسوي. بس بنرجع بنقول يمكن الشدة حسب ما بيقول الدكتور فادي ممكن تكون أكثر عند النساء وتحس بالألم أكثر، لأنه عتبة الألم أقل، أو عتبة الألم خلينا نقول المرحلة اللي بيقدر يتحمله بدون ألم لا يوصلوا لها هي العتبة. نعم. بلش من وراها تحس بالألم، هاي هي عتبة الألم أو pain threshold. معنا اتصال من سيد عبد الرحمن، تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مسي عليك وعلى الدكتور. الله يمسيك بالخير، تفضل الدكتور معك. حبيت بس أستشر عن مرض الأمعاء التقرفي.
مرض الامعاء التقرحي، هيك اجاك تشخيص يعني؟ تشخيص اللي هو بين قوسين المرض الكرونز ديزيز. كرونز ديزيز، يس. طيب مرض الامعاء التقرحي، مين اللي بيشكي منه؟ انت؟ اخويا طبعا. اخوك قد ايه عمره؟ 30 سنه. 30 سنه. امتى تشخص بهذا المرض؟ تشخص المره هاي انه قال الدكتور انه عندك انت مرض الكرون اللي هو الامعاء التقرحيه. اها. بعد طبعا عمليه تنظير وتبين عنده انه بدايته. اها. بس حابين تشخيص الطبيب انه يبعد عن اكلات معينه، شو الاسلوب اللي تستعمله مع المرض هذا. هلا قد ايه صار لك انت دكتور فادي؟ في اي استفسار معين بتحب تاخده منه؟ هو الموضوع انه خارج موضوعنا تماما، فاذا بتحب نناقشه بنناقشه، بس انما هو ما له علاقه ابدا بمرض الحموضه اللي عم نشكي عنه، لكن ما عندي مانع اجاوبه. رح نعطيك يمكن رد مبسط عنه، قد اذا في فائده زياده خفيفه ممكن نسهل فيها على اخوك. ان شاء الله سيد عبد الرحمن وصلت شكوتك كرونز ديزيز، بركي بالمستقبل بنرجع بنستضيف دكتور فادي دياب بنحكي بتفصيل عن الكرونز ديزيز، بس احنا عم بنركز اليوم عن الارتدال المعوي. مع هيك بنحاول ناخذ نبذه قصيره جدا مختصره دكتور بعد اذنك عن مرض التقرحات. نعم. الكرونز ديزيز. نعم. مرض مزمن بيصيب الانسان، واذا كان التشخيص صحيح فهذا المرض للاسف ما بيروح من الانسان، يعني من الامراض المزمنه زي مرض السكري زي مرض الضغط بيضل مع الانسان طول حياته، بيصيب ممكن يصيب اي منطقه في الجسم من الفم حتى الشرج. يعني مريء، معده، 12 امعاء دقيقه، في كل الجهاز غليظه حتى فتحه الشرج. هذا الكرونز ديزيز، وبيجي على شكل التهاب في الامعاء او تقرحات. وسببه عادة اختلاط في المناعة، مناعة الجسم بيكون فيها خربطة بحيث انها تتعرف على الصديق انه عدو، يعني بدل ما تشوف الخلايا تبعت الجسم انها خلايا صديقة بتعتبرها فورن اللي هي غريبة عنها وبتصير تحاربها، فبصير نوع من انه المضادات اللي في الجسم عم بتحارب الخلايا الطبيعية اللي في الجسم الطبيعية تبعت الامعاء، فبتسبب تقرحات والتهابات مزمنة، خربطة في مناعة الجسم. يعني اميون بروبلم، يعني في الاوتوميون ديزيز. فلذلك علاجه عادة بمثبطات المناعة زي الكورتيزون زي الإيميوران زي كذا، لكن للأسف انها المشكلة انها مزمنة وبحاجة الى دواء باستمرار مدى الحياة. نادرا جدا قد نلجأ إلى عمليات جراحية، بس عادة بنحاول نتجنب العمليات في كرونز قدر الاستطاعة حتى نحافظ على الأمعاء الدقيقة والغليظة بأطول طول ممكن منها. طيب سيد عبد الرحمن، سمعت قال لك عن بعض الأدوية، هم الميوران وبعض الأدوية اللي حضلها معه لفترة طويلة، مثبطات المناعة، لأنه هذا المرض من المناعة، مناعة الجسم نفسه، الجسم عم بيهاجم نفسه، بعض الخلايا في الجهاز الهضمي عم بيتم مهاجمتها وعم تخلق هاي التقرحات اللي يمكن عم تخلق له ألم، عسر بالهضم، عم تخلق له إفرازات غير مريحة. إن شاء الله لقدام بنعطيك أجوبة أحسن. المتابعة مع طبيب أخصائي جهاز هضمي بيكون هو الأنسب، وإذا مش مرتاح للتشخيص ممكن إحنا طبيا بنشجع الكل ياخد رأي واثنين وثلاثة، هذا صحيح طبيا جدا، ما الحياة الطب ما كان one man show أو استعراض لرجل واحد، هو طول عمره عمل فريقي، فأكثر من استشارة، يعني الاستشارة لا تؤذي، خد أكثر من استشارة، وفي طرق كثيرة إنه يتأكدوا إذا هو كرونز، إذا هو كرونز فهو مستمر مع الشخص مدى الحياة، متابعته يمكن إن شاء الله بتريح، وبنحكي عنه بتفصيل مرة ثانية أكثر بعد إذنك دكتور فادي. إذا بدنا ناخذ كمان اتصال. نعم. معنا موسى معنا موسى، راح الاتصال. راح نكمل على موضوع الحلقة اليوم اللي عم نحكي فيه الارتداد المعوي. إمتى بيتطور إذا ضلوا يستمر هذا الحرقة اللي هي إشي بسيط، هاي بأولها بتبلش حرقة زي ما قلنا حرقة وحموضة. نعم. ضلت تزيد ضلت سنين مع الشخص، شو بيصير؟ بيتطور هذا المرض؟ نعم. في نسبة 50% من الناس بضل يشكي من حموضة وأثار الحموضة، لكن لما نعمل تنظير ما بنلاقي إشي غريب في المريء، يعني ما بيكون صار تقرحات أو التهابات، لكن في النسبة الأخرى اللي هي الأقل بصير في تقرحات مزمنة في المريء، ممكن يصير تليفات زي ما اتفقنا عن السيد عساف لما قال أنا عندي صعوبة في البلع، هاي من عواقب الحموضة المزمنة.
وممكن يصير إشي اسمه بارتس إسوفاجس. بارتس اللي هو مريء بارتس. مريء بارتس. آه، وهذا المريء سمي على اسم الطبيب اللي اكتشفه، اسمه دكتور بارتس. آه، هو عبارة عن تغير في خلايا المريء بحيث إنها تصير قريبة من خلايا المعدة. إحنا اتفقنا إنه الحامض تفرز المعدة، وإنه المعدة بتقدر تتحمل وجود حامض لأنه الله خلق الخلايا تتحملها. مبطن المعدة لاستقبال الحامض. المريء مش المريء مبطن، خلايا مختلفة. بالضبط. فكنوع من الدفاع من الجسم، خطة الدفاع، بيقرر الجسم إنه يحول خلايا المريء إلى إشي شبيه بخلايا المعدة كنوع من وقاية من آثار الحامض اللي عم بيجي على المنطقة الغلط. عم بحاول يدافع عن نفسه. فهذا الابيثيليوم الجديد، الخلايا الجديدة اللي تظهرت في المريء اللي هي اسمها بارتس، هي عبارة عن خلايا مرضية للأسف. وقد في نسبة قليلة جدا جدا من الناس تتحول إلى أورام سرطانية. هلأ موضوع السرطان ما بدنا نخوف الناس ولا بدنا نهول الموضوع. نسبة إنه مريء الحموضة تتحول لأورام سرطانية جدا 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 قليلة ونادرة، لكنها مش صفر. والناس اللي ممكن يصير عندهم بارتس هم هدول الناس اللي ممكن يتحول عندهم الموضوع لأورام. لذلك بننصح أن الناس الكبار بالسن اللي فوق 40 سنة، الناس اللي عندهم حموضة متكررة كتير، يعني أكثر من 2 أو 3 مرات في الأسبوع، الناس اللي عندهم الحموضة أكثر من 2 سنين من حياتهم، هدول الناس، أو اللي عندهم فقر دم، أو اللي عندهم صعوبة في البلع، هدول بالذات النوعيات من الناس مفروض انهم يتابعون طبيب جهاز هضمي، ولازم ينعمل لهم منظار عشان ندور على البارتس اسوفاجس هذا، وهي نسبه قليله. واذا وجدنا له علاجه ساعتها بنعالجه بادويه قويه حتى نمنع تطوره الى سرطان، لا سمح الله الى سرطان. وفي حتى تجهيزات موجوده عندنا في الاردن اللي هي الهيلو تكنولوجي اللي هي بتحرق البارتس اسوفاجس لو وصل لا سمح الله الى مراحل متقدمه حتى نمنعه من السرطان. لذلك في يعني وسائل حل الموضوع، بس انا بطمن الناس انه احنا في الاردن والحمد لله في العالم العربي مشكله بارتس كتير اقل من العالم الغربي. يعني أنا تخصصت في أمريكا وكنت أشوف بارتس هناك تقريبا شبه يومي. هون بارتس بنشوفه نادرا، يعني بالأشهر لما تمر علينا حالة بارتس، وهي نعمة من ربنا علينا. طبعا ممكن تسألني طب شو الفرق بيننا وبين الغرب؟ هو الفرق بين الفرق عاداتنا؟ أول شيء الجينات بيننا وبينهم. رقم 2 طبائعهم الغذائية غير عنا. عندهم هناك المشروب والكحول كتير كتير منتشر، معروف إنه الكحول الكحول بيزيد كتير من شدة الحموضة ومشاكلها، وبالتالي البارتس مربوط في الموضوع. رقم 3 الجنك فود اللي موجود في الغرب، واللي للأسف احنا هون الأكل اللي هو أطعمة الجاهزة اللي فيها فات كتير ودهون كتيرة وهدرجة في نوع الزيوت، هذه كلها بتعرض الإنسان لحموضة شديدة وممكن تعرضه لبارتس. احنا بلادنا الأكل لسه أكثر صحة من بلادهم، عضوي أكثر، نعتمد أكثر على الخضار، نعتمد أكثر على الفواكه. طبعا للأسف في ترند خاطئ عندنا في مجتمعاتنا خصوصا عند الشباب الصغار، انه بيروح على الفاست فود ريستورانتس، على الترند يعني عادي بالضبط اللي عم بتعود، وهذا التعود للاسف هو مش صحي. يعني اكل ابائنا واجدادنا كتير احسن من اكل الاطفال الايام هذه، بيروحوا كتير للشغلات الاكلات اللي مش صحيه. لذلك يعني جزء من العلاج اللي بنحكي عنه او الوقايه هو انه نعتمد على الاكل الطبيعي اكثر، الاكل اللي ما فيش فيه دهون كتير، اكل الزيوت الشديده هذه اللي هي بتحفظ مجتمعاتنا من هيك امراض. هلأ عم بيحكي الدكتور فادي دياب انه نحسن ونلتزم بعاداتنا الصحية بالأكل، ألا وهو الأكل الطبيعي العضوي الخضار الطازج، وهي الشغلات بتساعد كتير. بدنا نستقبل اتصال من موسى من الإمارات. موسى تفضل انت على الهواء. موسى اوكي رجع فصل الاتصال. نتأسف منك كتير يا موسى على انك عم تحاول اكتر من مرة وعم بيقطع معنا الخط. ان شاء الله حنحاول نلقطك هلأ اذا رجعت حكيت.